ها ولد العمه وش قاعد تسوي؟ خلاص تجمعنا حتى محل صناعي ما بي. كلام هذا وش احطه بلي؟ باخذ انا احطه من حدا ظنت ولا. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يا ربي لا تغير علينا أجواء تاخذ العقل. طيبين ولا على أخلاق. هذا الشيخ سعيد؟ هذا الشيخ حقي الشيخ سعيد. كيف أنت الشيخ علاك؟ لا ما نبي شيخ علاك. لا والله شيخ. لا والله ما نبي شيخ. واخذن حقك وأبوك من الشياخة. الله حيّ. الله يبقيك. طبعا أبوك الرجولة ترند زايدة عنده. أنت مثله؟ السيب سيب. جيب أخوي هذا. اتهناكم الرحمة إن شاء الله. وياك أبشرك خير وامطار وسعة من الله. الحمد لله. الشكر بالتوفيق للشمشون الكوري. والله بعدي يا بربي عندك والله مني شب النار. قريب ابو حاشر ما عليك سؤال. المفروض قريب من المخيم اصلا. الورعون؟ ايه. اها اخبرها. ابو حاشر جاب ورا عيله 13 اشخاص. ما اخوي ورعاني ما سووا شيء. المفروض ما ناخذهم معنا للمخيم. حرشيت ما تتكلم غير ازعاج ترى. والله ما تتكلم. ما عاد يبارن بها والله. ليش ما تتكلم؟ خلاص بعدين ناخذهم دائما معنا للمخيم. الله يبيض وجهك والله يجزاك خير.